كي جات كلفتها اللي دارت لينا، عاوتي واعرة كي جات زبدة راه هي ضحية مسكينة، مشات شهر جوج انا شهر ثلاثة. عرفتي شحال شحال وانا كنهضر في اللايف مولينكس مرة ب10 سنين وانا كنهضر على فمي. شفتوني اللايف ديالك دست، ولكن ما كان فيا ما نطلع. شفت مسكين هي، وماشي غير هي، كانوا معاها واحدة أخرى سميت هذيك السيدة أخرى، مايا هي واحد السيدة سميتها مايا مكرفسة، هذه ضحية من ضحايا طالوني أخوتي. حيتها تاهي في الكلينيك هذيك، هاد مايا انا نفس وياها. اللي عندي عندها مايا مشات جوج مرات، مشات المرة الأولى ديري لجدي. هكا، راح شوفي ولاد طالوني ما عرفنيش، حنا تريك طالوني ديري هكا تعرفونا سنان ديال كي جاو كي سدادر لي الكبات كي جاك الصالون. ويلي ما نعاودش لك، واعر كيحمق والله الا كي جاك البونج، والله الا دارت لنا اللاباط دوري عمرات عمرنا باللاباط بيضين بحال شي مخده، دارت لنا اللاباط حطاتهم راه كنعاني كاع ما كناكل، انا راه غير كنصرط. 3 شهور انا مازال غا شهرين، يا ربي يا ربي السلامه يا ربي. لا انا قبل منك مولينيكس عرفت عرفت غير وصلنا لحالتك يا ربي. فغاسكت يا اختي، شوفي ما تسنتش لعباد الله، راه كيبيعوا العجل، سولي المختص. انا دخلت قبيله غادي يديروا لك وحده، قالت لي غايديروا لك المطرقه، عاود على المطرقه، قالت لي راه غيشدوا كي الحنيه وكيبداو يضربوا لك في المطرقه، عاود على يضربوا بالمطرقه، ما كاين اشعه ما كاين، عاود على المطرقه. عرفتي الطريقه ما داروا والو، غير كيهضروا قال لك المطرقه، لا واه البيران غيصاوبوا لي القبص في فمي، قال لك المطرقه عاود على المطرقه. انا ضحايا من ضحايا صوفيا. صوفيا خوتها هي ضحيه بحال هاد السيده، نفس المشكل اللي عندي عندها، غير هي ما طاحت لهاش السنه، هي ما طاحت لهاش السنه، ولكن انا كنعاني بزاف مولينيكس. عندها حتى هي القتل العرق ماشي مزيان، وفمها تيضرها، راه سمعت قبيلات حتى عندي هنايا اللثه الفوق طيبه من نهار جيت كليها. طيب اش كتسني دابا تبرد؟ وما كنقدرش، لا برد لا والو، كنمشي بالكمامه والبابيل تحت من الكمامه في هذا البرد اللي داز. كديري هكا، كديري بحال ديك العمليه ديال الاغتصاب، ما عرفت كي كيديروا لها، انقذونا خوف يا طالون، عرفتي ولينا ديري هكا انقذونا انقذونا صوفيا. هي هو قولي لنا دابا المشكل، ها هو طريقه التعامل، فاش مشيتي تشكي على هذه السيده اشنو قالت لك؟ تفضلي. في الاول مشيت نشكي ليها، مشيت للصناب كتب يا ما تكتب كتب، جاي لشي شهر من نهار جيت وانا كتب، ما تسوقتني الشهر، شقت لها واحد النهار هي تشوف الكتبه ديالي في السناب وهي تخلي لي النمره ديالها. جيت انا دخلت ديك النمره جلست بها واربع ايام وانا كنبغي نصيفط الواتساب، كتقول لي هاد النمره ما فيهاش الواتساب، رجعت كتبت لها في السناب قلت لها النمره اللي انا كيسحب شي نمرتها، كيسحب لي النمره ديال شي مستشاره من دوك اللي في طنجه، شيماء الرباعه ديال شي ما عرفت السميات اخرين ما عرفت سميتهم في طنجه. جيت انا كيسحب لي ديك النمره ديال وحده فيهم، قلت لها النمره اللي عطيتيني راه ما فيهاش الواتساب. دازت شي يوم ما جاوبتنيش، بقى الميساج تما، دازت شي يومين انا كنعاود لك هادشي كله، داز عليه شي شهر ونص وهي تكتب لي، وهي كتبت لها السلام وبقيت كنصوني نصوني نصوني ما تسوقتنيش واحد النهار. قالت لك كتشابه واقيلا ما عندهاش مع اللي وجههم طويل، هي اللي وجهها طويل ما عندهاش، واقيلا معقده من الوجه، واقيلا با كنشبهو، واقيلا با وجهه طويل، اللي وجهه طويل كتخرج عليه. شوفي كاتيرينا ديرو راه كيهبط كيسينيالي لي انا اللايف كبيسو صافي. هذيك هي تجاوبني السلام، قلت لها صوفيا انا البنت اللي جيت عندك من برشلونه وبالامارات ديت معايا ولدي، راه انا الفم ديالي العروقه من هنا للتا العروق، داكشي اللي عندي راه ما كان عاودت لها كلشي، ما تسوقتنيش، قرات لي الميساج خلاتو لي اونفي ومشات بحالاتها. عاود دازت يومين عاوتاني فقت من النعاس بالحريق، كنعيط لها ديك شيماء اللي في المغرب قالت لي تسني 15 يوم، قلت لها شيماء انا 3 شهور وانت كتقولي لي تسني 15 يوم، هنا 15 يوم فيهم اللي عايبره ليا فيها فمي. صافي عاود بقيت نصوني على صوفيا، جاوبتني صورت لها الدواء صورت لها البنت صورت لها كل شيء، قالت لي احبي قلت لها راه انا كنتعذب صوفيا وما كنعش البرد، المهم عاودت لها كل شيء، قلت لها الماء ما كنشربوش، صيفطت لها اوديو وهي تقول لي احبي شدي الاوتيل وقطعي الطياره واجي، فين غنجي زعما رجعي عندها زعما انت اش كنقول لكم؟ ما رجعش، غادي يدير ليها الطبيب، هو الطبيب اصلا ما كيدير والو، انا رجعت الطبيب غير رجع.
ولا المشكل اللي عندنا هو في العروق، يعني وخا ترجع عندهم ما كيعرفوش لهاد الخدمه هادي، كو كانوا كيعرفوك ودارها من الاول. واش دارتها لك سوريا انت يا الطبيبه؟ لا ده هادشي صوبوا كل اللي لينا سحب لك، كل اللي سحب لك العرق. هذاك الشهاب والاخر هذاك قصيور منضادر. آه انا لقيت واحد واحد المتعلمه عجبها، واحد السوري، واحد مولات الدره، واحد الرقيقه، واحد الصفراء، هي اللي لقيت. لا انا بس عارفها، ما كاين حتى شي واحد كتجيب الطبيب وكتصيف الطبيب، كتجيبهم غا من الزنقه. انا دات لي لحقاش جان خليك كمل، كملوا هضري انت من سمعني كنهضر سكتي. باش تعرف كون كان شي طبيب واعر ما يمكنش كنسمحوا في الطبيب غير هكا ما كنتعاملوش معاه. سير يا طبيب واجي يا طبيب، باش تعرف ديك الكلينيك فيها كاين لا ديبلوم لا والو. ما كاينه حتى حاجه. دابا عاد قلت لهم ما عندهمش الدبلومات، الطبيب جاي من سوريا سؤال، دار قاطع الطرقان ديال ديك الطرقان باش واصل لتركيا. خلينا دابا خليه سؤال، انت عطيتي فلوس ياك؟ اه هل خلصتي؟ بالاورو خلصت. المهم هي 5000 الاورو في المغرب باش تصرفت، راه 4000 وجات شي 4800. ها سنيتي على شي ورقة؟ لا آه. ها هي بفلوسها، يعني انا كنقول ما سنيتش انا اشهار وداكشي، ها هي حطت ريالاتها وما سنات على الطورقة حطيت وفلوس فلوسي وما سنيت على التورقة. هادشي اللي كنقول لهم انا، كنقول لهم وعاد انا ورقة على جوج. عاطية لهذاك الطبيب، عطيتو بروبينا ديال 100 اورو هو اللي مالو سرباي. ايه باش زعما يصاوب لي داك الشيء مزيان. اه من غارانتي يا جبيلة، كاين شي غارانتي بلا ورقة؟ قلت لها انت دابا خصك تقطعي لي انت الطياره وتخلصي لي انت الاوتيل وتقطعي من الطبيب. اللي قالت لي انا عندي معاك الكارانتي في الضمانه في المده ماشي في الاوتيل وفي الطياره، عندي الميساج مكتوب، لا بغيتي نصيفطو لك نصيفطو لك. علاش هي كتعجبها تجيبهم من المغرب ومن اسبانيا ومن فرنسا ومن امريكان بعيد؟ باش ملي غتقول لك الطياره والاوتيل على حسابك، انت غتقولي فلوس الطياره والاوتيل زايدين فيا، نزيدهم ونعالج مشكلتي. داكشي باش حتى شي واحد ما كيرجع عندها. علاش ما كيمشيش عندها اصحاب تركيا؟ انا راه قلت لك مشيتي ما شفتيش شي تركي عندها؟ لا والو تكون غاديه ولا مساكن، غا المغاربه مساكن اللي كتشقهم فيما كان شي مغربي مجلي وشايطين عليه شي جوج فرانك وبغى يجي حتى هو قال له يصلح الحاله حتى غيصدق مكفتها كيمشي عندها تمايا. يا ولا ما كاين لا مغرب لا والو، كاين شي واحد كيبغي المغاربه. انت منيا فيك يا هاد سيري بعدا غا الجزائر، كتقولي ما كتعايرهم لك جبتي غا من الجزائر ريبتي لهم فمهم ولا هما عايقين بيك؟ كلشي عايقين بيك غير المغاربه. ولكن المغاربه علاش سرهم كي بفعل الخير؟ دابا فاش كيجبدوا صوفيا، او اللي كتعاون الحراقه او اللي كدير الخير فما كان شي محتاج كتعطيه. وهذيك راه باغا فعل الخير، راه ولا فعل الخير دابا ولا ماده باش بحال قلتي انت كيبيضوا الاموال بداك فعل الخير. فعل الخير ولا فيه تبيض الاموال؟ كندير راسي كندير الخير باش مزيان تحت الدف. اه الحراقه ونصور الاحالات الانسانيه، وهذا جا عندي وهذا صيفطو لباه، وهذا مسكين كيبكي على مو، انا بقى فيا وهذه درت فيا وهذيك راه كحل. كانوا عارفه المغاربه اللي تابعينها اصلا اللي كيدير هذا الشيء غير باش تبلي بفلوس، راه ما كيفكرش هذه الافكار العوجه اللي بفلوسه واللي مقتنع وداك الشيء كاع ما غيفكر بهذه الافكار. ملي غيبغي يدير شي هوليود سمايل غيديرها عند اطباء اكفاء، ماشي غينجاد بغي بالاشهارات الخاوين وبالزواق الخاوي، ويعرف فين يمشي يحط فلوسه. فين ما عنده لا درايه لا وعي لا والو، كيمشي مسكين معمي على عماه تابع الاشهار. سحب راسو ياما التلفازه فاش كنا كنشوفوا اريال ونشريوه اريال. بحالي انا اه وبحالي حتى انا على مع واحد المشهوره تما كتشوف غير في السماء، وانا قلت لها واش انت فلانه اللي هذه، قالت لي اه. قلت لها انا عندي زعما الحساب ديالي طالع في التيك توك، وتقول لي بون كوراج. قلت لها ميرسي. انا مجيت انا يا لاسبانيا داكشي ما نعاودش لك. السيده كنلقاها طالعه في اللايف وطالعه في الفيديوهات كتشكر وتعاود، وانا قلت كيفاش هذه السيده كتشكر؟ وباينه هذيك مش جابتها باش دير باغي الاشهار باش الناس يجيو من موراها، يجي شي حميده بحالي.